السلام عليكم جعفر، وخلينا نتكلم عن قانون دبل فاول او الاخطاء المزدوجه. في كتاب قوانين الـ NBA القانون رقم 12 الفقره الثانيه الجزء السادس الدبل فاولز، يعني اذا تم احتساب خطا في نفس الوقت على لاعبين من الفريقين، يعني مثلا ضربوا بعض في نفس الوقت، هنا يتم احتساب خطا عليهم اثنين. So now they go back to the switch instead of the blitz. Offensive foul or no? A double foul on Garnett and James. اوكي خلينا نفصل شوي في هذا القانون. في حال الدبل فاولز ما راح يعطي اي فريق رميات حره، سواء كان خطا شخصي او تكنيكال فاول، ما في رميات حره. بعد الاخطاء المزدوجه هذه تدخل في حسبه الاخطاء السته اللي هي الحد الاعلى على كل لاعب خلال المباراه، لكن ما راح تدخل في حسبه الاخطاء الشخصيه على الفريق، واللي تكلمنا عنها وقلنا لكل فريق اربع اخطاء في كل ربع قبل ما تبدا الرميات الحره على اي خطا. اوكي في حال تم احتساب دبل فاولز، الفريق اللي كان عنده الكره ترجع له الكره من الخط الجانبي من اقرب مكان كانت فيه الكره قبل ما يصفر حكم، وبعد يتم إعادة الساعة لل 24 ثانية جديدة في حال كانت الكرة في نصف الفريق المهاجم، يعني الكرة عند الفريق ولسه ما طلع من نص ملعبه وتم احتساب الدبل فاول، ترجع الساعة لل 24 ثانية جديدة. لكن في حال كان الفريق المهاجم في النصف الثاني من الملعب اللي هو نصف الخصم، تظل الساعة بدون إعادة إذا كانت ثواني أكثر من 14 ثانية متبقية في الهجمة، أو تعاد إلى 14 ثانية في زمن الهجمة إذا كان الوقت المتبقي أقل من 14 ثانية. في حال حصل الخطأ المزدوج والكرة ما هي عند أي فريق، أو الكرة كانت في الهواء بعد تسديدة هجومية غير ناجحة، أو بعد رمية حرة مثلا غير ناجحة، يعمل الحكم اسقاط بين لاعبي الفريقين في منتصف الملعب، اللي هي الجمبول أو الاسقاط يكون بين أي لاعبين موجودين داخل الملعب. في حال كان في إصابة أو طرد وعدم أهلية على لاعب من الموجودين راح يكون في تبديل، لكن البديل ما يقدر يكون في الاسقاط، يعني ما يصير هو اللي يقفز في الجمبول. في حال حصل دبل فاولز على في تسديدة على الشبكة وكانت ناجحة، سواء كانت تسديدة وسط المباراة أو تسديدة من رمية حرة، السلة راح تحسب وراح تلعب الكرة من الخط الجانبي خلف الشبكة كالعادة مثل أي سلة ثانية. النقطة الأخيرة في هذا القانون إذا حصل خطأ مزدوج بناء على عدم توافق آراء الحكام في المباراة في أي حالة كانت من الحالات السابقة، يعني ما يتم احتساب أي نقطة سجلت ويستكمل اللعب بعملية إسقاط الكرة أو اللي يعرف بالجمبول من منتصف الملعب بين أي لاعبين من الفريقين داخل الملعب. أو بس هذا ببساطة قانون الدبل فاولز في الـ NBA. عطونا رأيكم، سلام.